يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا معلم للقرآن وأحفظ الطلاب في الفصل بطريقة جماعية. يقول أنا معلم للقرآن وأحفظ الطلاب في الفصل بطريقة جماعية، ثم إذا فرغنا من قراءة الآيات جماعة أقرأها فيردد الطلاب خلفي، وأقسم الطلاب بعد ذلك إلى مجموعات، كل مجموعة تقرأ آية ثم المجموعة الأخرى تقرأ الآية التي بعدها. يقول: إن مدير المدرسة طلب منه أن يسأل عن صحة هذه الطريقة من الناحية الشرعية، فهل تجوز هذه؟ ما دامت تعليمية لا بأس، يجوز استعمالها في التعليم، تأخذ بالطريقة الأسهل والأحسن للتعليم، يقرأون جماعة فرادى للتعليم، ما في معنى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وأما أنه بعضهم يقرأ آيات ثم يجي والثاني يقرأ الآيات التي بعدها، هذه تسمى الإدارة، هذه قراءة الإدارة، وهي جائزة للتعليم فقط لا للتلاوة، وإنما في التعليم. نعم.